وسط أزمة عالمية طاحنة أضرت بكل سلاسل الإمداد، والعالم بيواجه الآن أزمة غذاء طاحنة في كل بلدان العالم وفي كل قارات العالم نتيجة الحروب الدائرة والأوبئة المنتشرة خلال المرحلة الحالية والمرحلة الماضية. ربما كانت تقارير منظمة الفاو والتي تحذر من وجود أزمة غذاء ستطول القارة الأفريقية وشمال أفريقيا، وربما تعرض بعض الدول لأزمات جوع وكوارث من الجوع. كان القيادة السياسية في مصر لديها رؤية بعيدة المدى ومنذ فترة طويلة في توسيع وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بشكل عام وزراعة القمح بشكل خاص، مع التفاتة حكومية للزراعات التقليدية في الدلتا. ولذلك كان هناك حزمة من الإجراءات المشجعة والمحفزة لزيادة رقعة مساحة القمح المنزرع، وأيضا استنباط سلالات جديدة تؤدي إلى زيادة الإنتاج ويصل إلى أكثر من 30 أرتب للفدان الواحد. النهاردة في أحد الحقول في وسط الدلتا في محافظة القليوبية، وقبل العرس عرس الحصاد وقبل الفرح فرح الحصاد، وقبل أن يجتمع الفلاح والمزارع والتاجر والصومعة لوضع مزيد من الأقماح في مخازن وصوامع الغلال، جينا النهاردة لنشارك الفلاح استعداده لموسم الحصاد وفرع الحصاد وعرس الحصاد. وكما نرى يعني المحصول مبشر بشكل كبير جدا، يعني زي ما سألت وزي ما فهمت انه السنة دي المحصول مبشر، والفدان هيتراوح انتاجه من 30 او اعلى من 30 27 28 اردب، والزيادات اللي الحكومة اقرتها كانت مشجعة بجد للفلاح ان هو يورد ما لديه من محصول للدولة. والفلاح فاهم، الفلاح يعني كنت متخيل ان هشرح، لا ما شرحتش، ده انا استمعت الى شرحهم، فاهمين تماما انه القمح او الغلة اللي هم بيزرعوها للدولة تاخدها رايح وتحطها في الصوامع علشان ترجعها دقيق وترجعها دقيق ويعيش وخبز مدعوم للناس، يعني منهم وإليهم. لكن يعني البركة في السواعد اللي زرعت، احنا شايفين القمح السنة دي، وانا شايف السنابل القمح بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما قالوا لي وزي ما انا شايف وزي ما حضرتك شايفين، لا يعني المحصول محمل والحمد لله الغطان ما فيهاش إصابات بشكل كبير رغم المناخ وتغير المناخ ورغم درجة الحرارة المرتفعة، إلا إنه البركة موجودة، يعني إيد ربنا معانا بجد. وأتصور إنه الفلاح سعيد جدا بالقرارات، وفي نفس الوقت ليه مطالب وليه ملاحظات علشان نكمل المسيرة ونزود الإنتاج، لأنه اللي اكتشفته إن إحنا ممكن نوصل لمرحلة إن إحنا ما نحتاجش قمح من حد وما نحتاجش حاجة من حد. وكمان لو زرعت ذرة زي ما الناس قالت لي وزي ما نسامة وهسمع من الناس دلوقتي، زي ما بنزرع قمح ممكن نزرع ذرة ونستغنى عن استيراد الكثير من الحبوب اللي بتكلف خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات في وقت صعب جدا كل دولة بتحاول تعتمد على نفسها. خلينا نروح نشوف أماكن الزراعة في الغطان في الحقول في المصانع، ونشوف الأيادي اللي ربنا بيحبها، الأيادي اللي بتشتغل بجد عشان تنتج بجد وبتشتغل في صمت. خلينا نتعلم منهم الحكمة، حكمة الصبر وحكمة الإيمان وحكمة إنه بيشتغل وعارف إنه شغله ومنتوجه وإنتاجه هو اللي بيعيش الناس.